تاني الجانب الفني، اتفضل يا كابتن محسن نتكلم على سيراميكا. الفريق سيراميكا عمل تغييرات كتيره جدا، نعم، انتدابات بطريقه يعني مش قادر. محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان وايبوكا وصديق اوجولا، يعني ايبوكا موجود راس راس الحربة، مش موجود على دكه البدلاء لكن هو موجود في الفرقه، يعني لكن هو مش موجود في القائمه. مين؟ ايبوكا. لا لا، هو استغنى عن اللاعب ايجولا لفريق بيراميدز. قلت لحضرتك احمد ياسر ريان ومحمد ابراهيم وصديق ايجولا، دول مشوا. تمام. نعم. المؤثر جدا بالنسبه لهم، وانا اعتبر ان هو كان ورقه رابحه مهمه جدا، هو محمد ابراهيم. نعم. ليه؟ لان انا شخصيا كمدرب اخاف من ثلاث نوعيات من اللاعبين، السريع حتى لو كان اقل مهاره، المهاري حتى لو كان اقل سرعه، والموهوب. نعم. لان الثلاثه دول هم اللي بيحلوا مشاكل الملعب عندما يكون هناك مان تو مان مان تو مان مان تو مان. عشان تتخلص من هذه الرقابه لازم يكون عندك واحد مختلف. صحيح. يقدر يتخطى الرقابه وبيحرر الكل، لانه هو بيروح فريق فبيبقى دايما اثنين ضد واحد اثنين ضد واحد، لانه هو اتحرر. في النادي الاهلي محمد ابراهيم كان من النوع ده. انت لما كنت تسالني مثلا بيلعب ايه، انا ما اقدرش اقول لك هو بيلعب ايه. هو لعيب حر بيلعب ناحيه اليمين في الشمال في نص الملعب، راس حربه، وكان لعيب يعني بلاي ميكر وهداف كويس. احمد ياسر ما اعرفش ظروفه ايه، ازاي ان هو تم الاستغناء عنه مع انه هو عنده قدرات جيده جدا. لكن عامه الفريق بيلعب بحذر، كونه بيلعب قدام النادي الاهلي ده شيء يعني متوقع انه يكون في حذر كبير في اداء الفريق خاصه في الشوط الاول. عايز اقول لك الفرق اللي بتلعب المباريات اللي بتنتهي مباشره بعد التعادل بضربات الجزاء، الفريق الاقل قوه هو الذي يحاول الوصول لضربات الجزاء. ده صحيح. عن طريق اللعب الدفاعي، استنزاف الوقت، الاستحواذ السلبي، و بالتالي يصل بالمباراه لضربات الجزاء، لان ضربات الجزاء دي بتحرر الفرقتين من كل حلول فرديه. خلاص بقت حلول كلها ربانيه، حلول كلها قدريه، زي ما شفنا مثلا مباراه الزمالك النهارده، مباراه صحيح ضربات جزاء، مصطفى ضيع ضربه جزاء، خلاص خلصت المباراه، خلاص طلع بره. مين يقلقك من لعيبه سيراميكا؟ هل قندوسي، اسلام عيسى، فخر اللقيع النهارده من الصفقات الجديده بيلعب باسلام عيسى ومحمود زلكا. محمود زلكا مش غريب على الفريق وبيلعب بفخر الكاي، فثلاثي من اللي ضمهم رباعي كمان عبد الله مجدي، يعني بيلعب عبد الله مجدي ومحمود زلكا واسلام عيسى وفخري لكاي. فريق يبدو متكامل، يبدو قوي. الورقه الرابحه هو القندوسي. قندوسي لعيب مهاري عالي جدا، هداف ذكي، بيعرف يتعامل مع الفرص بهدوء، وحظه عالي على النادي الاهلي، وفي كل مباراه تقريبا النادي الاهلي سجل. اللي عايز اقول لك حاجه عن اللعيب ده، يعني السبب انه مشي من النادي الاهلي اللي ما حدش واخد باله منه، انه المدرب عايز اللاعب بعد ما يخسر الكوره يرجع يؤدي واجب دفاعي، وهو لاعب ما بيقدرش يؤدي واجب الدفاع. انا بشبهه لك بانه لاعب مهاجم. نعم. اللاعب المهاجم ده عامل زي الحرامي. نعم. طول المباراه بيحاول يهرب من الرقابه فاهم، عشان يجيب جول. وبعدين جاء المدرب قال له لا، انا عايزك تلعب بقى دور العسكري، انت اللي تروح تمسك. فطبعا مش شغلته، طول عمره حرامي. أيوه. يجري بينتهز الفرص عشان يسجل. نعم. لدرجه انه بقى لما تيجي تجبره يلعب مدافع، لما يسمع صفاره العسكري. أيوه. وهو عسكري يهرب.